طيب أولى فقراتنا بقى الأهلي أو لقاء النجم وجمهور يحتاجه الأهلي. امبارح كانت مباراة مهمة جدا، فاز الأهلي فيها بهدف لجونيور أجاييه عشان يتصدر الأهلي أو يستعيد به صدارة هذه المجموعة بعشر نقاط، والنجم يبقى 9 والهلال يبقى 9 وبلاتينيوم الزيمبابوي الله يسامحه عنده نقطة واحدة اللي خدها من مباراة الأهلي. بس بالمناسبة حسبة بسيطة تكتشف دلوقتي إنه الأهلي حتى لو كان خد الثلاث نقط الموقف هو هو، كان هيبقى الموقف هو أهم نتيجة كانت مؤثرة. حاجتين مهمين جدا. أيوه، نتائج الفرقتين المنافسين مع بعضيهم هو السيناريو الأسوأ. إحنا هنتكلم فيها ولا نستنى؟ اتفضل. السيناريو الأسوأ في هذه المجموعة، ها؟ أنت كنت عايز حد منهم يتعادل ماتش، يعني يتعادلوا ماتش. كان زمان الاهلي يتأهل. ايوه. او حد منهم يفوز بالماتشين. ايوه. كان زمان النادي الاهلي يتأهل. أيوه. انما يتبادلوا الفوز، والغريبه كل واحد في ملعب المنافس. اغرب سيناريو واسوأ سيناريو. طب نروح بقى للبدايات. أيوه. الاهلي خارج ملعبه في اول مباراه، ها؟ وخارج ملعبه في اخر مباراه. ايه القرعه دي؟ هقول لك القرعه. مش معقولة. طيب، والأهلي في أول مباراة مع النجم الساحلي وفي آخر مباراة مع الهلال بعد أن تتأزم الأمور. خطورة الموضوع ده إيه؟ وسيناريوهاته يعني الأهلي 10 بونت يا أستاذ إبراهيم ولم يتأهل، يتصدر المجموعة ومحفوف بالمخاطر، في حين غيره 7 بونت و8 بونت وتأهل. تأهلوا إزاي؟ بنتائج المنافسين. بالظبط، مش بنتائجهم. الاهلي تأزمت موقفه ازاي؟ بنتائج المنافسين اللي هي مشيت في السيناريو الأسوأ. يعني النجم الساحلي يفوز على بلاتينيوم فوزا ساحقا خارج ارضه، ويفوز على الهلال خارج ارضه، ويخسر من الاهلي في ارض الاهلي. الاهلي هو النادي الوحيد اللي كسب المباراه الثلاثه في ارضه، تعادل المباراه وخسر المباراه. هي أفضل مباراة أداها النادي الأهلي في افتتاح المشوار أمام النجم، ولكنها تأثرت بطرد غير مستحق وظالم، وصفارة ظالمة طوال المباراة، وحرمان من حقوق وضربات جزاء كان من الممكن أن تنهي الأهلي. وحكم ثبت خطأ وأبعد من وقتها. يا فرحتنا، عمالين يكتشفوا سوء الحكام من أخطائهم معانا. تعاقب الحكام وتستفيد الأندية ويتحمل الأهلي. هذا أمر غريب جدا. النهاردة الموضوع أصبح خطير في إيه بقى؟ مش لأنه لقاء مع الهلال في ملعبه، والهلال هو الهلال، يعني فريق تقيل لا اعتباره وشعبيته. ويقال في السودان أن الأهلي هو هلال السودان، والهلال هو أهلي مصر. مشاعر طيبة، ولكن العبث في هذه المشاعر بدأ مبكرا وبطريقة خسيسة. وأنا بقول على أجهزة الدولة أن ترصد أولئك الذين يتلاعبون بمصالح تبدو كروية ولكنها في النهاية علاقات شعوب. علاقات شعوب. زي اللي حصل في مباراة الأهلي والترجي. بالظبط. يعني ساء البعض ان الترجي والتوانسه بيحبوا الاهلي. الغيره والحقد دفعت البعض الى التلفيق والتزوير والتدليس. وقت ما بعتوا جوابات مضروبه وورق مضروب مزور بعتوه لبرامج تلفزيونيه تونسيه عشان يغيروا صدر الجماهير التونسيه ضد الاهلي. وبعض المسؤولين في الاتحاد الافريقي للاسف كان دورهم مع الاهلي مخزي.